ذاك الماء هو اللي خرج كيخرجنا في الجبل. الله يستر وصافي. وحنا كنديروا الطعام الخير موجود اللهم لك الحمد، طعام فيه اجر وشتاء كضرب وكل شيء كيتفرح والله يصوب ليا نقولوا امين. فهمتوا؟ وهذا راس العام الله يبعد عليه ارهاب. فهمتوا شويه معلومات؟ قلت مع حميد غير دايز اللهم لك الحمد حمدنا الله ولا حفاء. الالماني الماني مشى عند الشوافه قال لي شوف ليا تقطع الشوافه شدات شي عظام الله ربي الله اح هذاك الشيء اللي كيشوف ما شفتيش انت ما كتبش على والو داك الشيء اللي شفتك ما شفتيش انت شوف انت عندك عام عام من جبل ديال تماره هو يوجهها من الماني قال له من بعد قال له من بعد يفيض الخير قال له تبارك الله عليك داز مع البن جاء طالياني هو يدخل قال لي انا شوف ليا اوف الله ربي الله الله ربي الله هو يتحرك العظام قال له عندك عمالي ديال تماره عمالي تماره بزاف قال له من بعد قال له من بعد عيش في الخير خرجته هو جاء الغرامي ديالنا الله يعزو قال لي انت شوف ليا حركاتك العظومه الله ربي الله الله يا ربي الله حركاتهم مزيان دار عنده قال له انت عندك 3 سنين ديال تماره قال له من بعد قلت له تماره توالفانيت وتمشي بها تمشي بها وتسكن فيها البيت قال لها ايه لا حسد لك وش بالعقل وجوج الناس راكبين الكار الكار جديد راكبين شي شويه قال واحد ها جبت قالوا ما غاديش عارف قالوا الاخر كتبني قال له كتبني قال له مزيان ديك الباكيه شحال باش كتشريها قال له كنشريها ب 700 قال له مزيان شحال كتبني قال لي وحده ونص جوج قال له شحال دابا كتبني قال له 30 عام قال له كون جمعتي الفلوس هذا الكار فاش خادين حنا كون راه ديالك انت بقى هذاك شي شويه كيشوف قال له انا الكار ديالي كميتو فين ديال بنتها فين بنتها ديال حميد راح والراجل كان كيصلي الصباح ويصلي الظهر العصر المغرب ويصلي العشاء وشفعوا له الدر كيدخل الدار يتعشى ما كينعش كيخرجوا من الدار ديالو دار واحد الولا كيصلي فيها بالليل واحد النهار ويزن عنده ملاك بعد قالوا شوف ثلاثة دعوات كيخدمهم ليك الله اللي طلبتي يعطيه لك الله طلب اللي بغيتي قال له صبر فرح جا الضحك كيضحك الدار قال لمرته ربي عطاني ثلاثة دعاوي اللي طلبت لي يعطيه لي بعد أن طبع الظهر ديالي راه ضراني نخرج على برا ونطلب الله الظهر الدار قالت له المرأة شحال عطاك قال له ثلاثة قالت له عطيني وحدة إذا كنت مرتك ديال المعقول عطيني واحد الدعوه وشد الدقن زيارته المرا عطى واحد الدعوه قال لي اش غنقول؟ قالت له طلب الله يعطيني احسن زين احسن شباب نكون انا احسن من العيالات كاملين ورجع على برا قال له يا ربي اعطيه مرتي احسن جمال نكون احسن من العيالات ودخل لقاها يا ماما كانت عندي ذاك يضحك قال له الله ربي الله طلبت لك هاد الشيء انت عطيت لي هاد الشيء فرحتيني بزاف انا مرتي فرحت بخير وعلى خير خرج على برا رجع لقى المراه كتجمع الحوايج قال له اش كدير؟ قالت له الله يفرق لنا بلادنا قال له تسمح لي انا تسمح لي قالت له على الزين بحال هذا يفرق انت بحال بغليان خالي حدو يا الله يفكنا على حدو عيا ما يطلبها ويستريح قال له دراري قالت له خذهم دراري خذهم من بعد انا نمشي بوحدي بغات سلم شاف داك الزين قال جاب الله الجبل ندبر على مخنا مزيان هو يخرج على برا قال يا ربي ردها هيشه ادخل رجع لقاها تخلع ما هي الشواري ما هي الردعه
كان خلاء دار في هربات خلاء مقد فيه مقد فيه واجز على الله قال له يا ربي ارجع في مكان مشاو ثلاثة تعويض في النار وقدر كان تطورها ما زادها قصدي ما عندي ليه تسلم ليه تسلم وواحد شنا مكانه ما شنا مكانه ما كيعرف ليها شنا مكانه ما كيعرف ليها ليه قالها لنا وكيوريها الناس زعما راه عندي مكانه كيوريها الناس واحد النهار ويتلقس واحد قال له اسمي شحال عندك في المكانه دار حلقه قال له ها هي شو قال له لا هذيك ما كنعرف فيها حتى هو ما يعرف قال له هذيك ما كنعرف فيها قال له شوف راه دابا التليفون حمي اش قال الاخر هي قريب من العصر وفا النظر قاعد بشوف بوشي شويه غير شويه والراجل عيطو امراه امراه قالو عيطو خاصني 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 واحد النهار رجلت عليه الدم قال له شوفي منين نقول لك مساء الخير ما تقوليش عطيني شي حاجه منين تقول لك السلام عليكم طلب لي اللي بغيت غني تسمع مساء الخير عطره ما عنديش دائما كيدخل مساء الخير مساء الخير نسى السلام عليكم ما بغاش يقولها واحد النهار خلات بدا كيصلي مني قال كيف يحيي باش يسلم جات له في الجنب تحية الله زكية الله درك والقهر قال لهم صلتي السلام عليكم الزهر والله كما انا الشيخ حميد بدل الله حتى تجي على اليوم شيخ حميد عرفت شحال اليوم من نتجاوب معكم وهاد الجمعية هادي هاد الجمعية اللي قالوا هاد الشيء والله يديك سهل والخير الله يعمر هذا وكيف يفوجوا عليكم وجابوكم الفرق والوحي وجابوا فيها راح يدوس واحد وينشادلوا الفنانة للشيخات وميمون رحول كثير لكن انت هو انا وجاب الشيخ حميد باش تحكوش شوية فوجوا شوية على الخطر وما دام زداد ما تحققتش حاجة في الدنيا واي والراجل مسكين ما عنده باش يشري العيد وكثر العيد اخر اللي كبير العيد الكبير كان كيشري حولي 80000 وكان اللي كيشري حب غير 20000 وكان اللي كيشري نعجة غير 3000 ولكن باش تعرف الحولي ديال 80000 سمعنيها 80000 هذاك الخروف ديال 20000 حتى هو 8000 مش حتى هو والنعجة ديال 3000 معروفة ديال 3000 باش سمعنيها ما ما كتكملهاش والله بعيد مول الحولي ديال مول الحولي ديال 80000 ذبحوا كتضرب رجلي ساعة بار عادي مال مول الخروف ديالها ذبحوا دوشي ربع ساعة خرج الروح مول النعجة كاين مدي الشهوية مات هي الخلع لكن لا تخيل عرفات راسها ميلادي واحد زيرته مرتو وزيرته مرتو قالت له شوف جيب لي العيد قال لي ما عنديش والله ما عندي عندي كتشوف عندي 7000 ريال قالت له شوف ويلي من الغازي قد لعي الله يستر ايوا هذه راه من الغازي هذه العيد ربي كبير شاف سوق كيبور الخاطر 40 80 60 خرج على الدرا ديال السوق لقى واحد شاد واحد النعجه ما هي النعجه ما هي بسم الله الرحمن الرحيم واحد الراس في التليفون وشي ودنين عندها في القشر ديال العصريه واقفه والخلونه هو صلى الله في البرد قال لي شحال قالت له 7000 قال لي 7000 عطاه هذاك 7000 جره جيبها الله ملي وصل لقى واحد يسيب واحد من الحياه ديالهم قال له لا 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 ما مقبولاش ما مقبولاش هذه سيدنا إبراهيم ما ذبحش النعجة سيدنا إبراهيم ما ذبحش النعجة لا 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 ما مقبولاش قام من عجزك في شوي عودها لا 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 ما مقبولاش سيدنا إبراهيم ذبح حوتي قالوا راه ما شافش تلاقوا لقيت فابور نجيبه راه هو ربي اللي عطاه ليه
وما واحد يراقب المراكه تمشي بعيد العيد تلاقي لا بد من العيد شرا العيد 50,000 ولكن جارو ما شراش جارو ما عندوش نهار العيد هذاك اللي شراح ب 50,000 ما كيعرفش يذبح وما كيعرفش يسلم هذاك اللي ما شراش كيطير في الذبيحه وكيطير في السرير ويقول مرتو قال لي الحرية ولكن انا ما كنعرفش نذبح ما كنعرفش نزلت لكم جارنا ولكن راه ما شراش لا تهلا فيه مشى عندو القاضي قال له شوف غنتهلا فيه اجي ذبح لي الحرية ديالي نتهلا فيه اه جمعة بدا كيعاود ليه قال له شوف من الذبيحة الفوق ديالك وغيعطيه الراس دير تا البوت غيعطيه الراس قال له من الذبيحة الفوق ديالك من الذبيحة تحت ديالي جمعة هذا من يوصلوا قالوا شكولتي قالوا من الذبيحة الفوق ديالي من الذبيحة تحت ديالي هو يذبحوا ليه من هنا تبارك الله عليكم راه ما كنتش غنسالوا باش تشتي دري سبحان الله طالع لهنا